معانا الأستاذة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. أستاذة جليلة صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة جليلة. أستاذة جليلة، وجهة نظر الحكومة لا ياخدوا العلاوة فلوس ثابتة رقم بعينه، وجهة نظر مجلس النواب لا اديني نسبة مئوية. وصلتوا لإيه يا فندم؟ والله يا فندم احنا ما وصلناش لحاجه، احنا قاعدين في وسط صراع زي ما حضرتك لسه كنت بتقول بين الهيئات المختلفه وبين الوزارات. وزاره الماليه حطت الماده 5 اللي هي عايزه تحول المبالغ مقطوعه بدل من نسب مئويه علشان خاطر توفر في الموازنه العامه للدوله. الهيئات القضائيه ومجلس الدوله معترض لان ده هيثبت المرتبات. اساسا الماده دي في ماده 74 في قانون الخدمه المدنيه، دي لا تطبق على غير الخاضعين في قانون الخدمه المدنيه، فبالتالي ان الحكومه ما اعرفش في نوع من التخبط، الماده دي ملهاش اي معنى في وجودها في قانون العلاوه. حضرتك قلت ان العلاوه دي من الاول فرقت بين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وغير المخاطبين بالخدمه المدنيه، شلت منها العاملين في القطاع الخاص، حطيت قطاع العام وقطاع الاعمال بسلطه جوازيه، ان مجلس الاداره يقرر اذا كان يديهم او ما يديهمش، فبالتالي انا شايفه ان العلاوه كده اتفرغت من مضمونها. طيب بس يا فندم انا شايف حاجه تانية برضو معاك، يعني يا ريت حضرتك توضحي لي بس وجهه النظر دي. هل الخلاف ده النهارده اللي موجود هل ممكن يؤدي الى عدم التصويت على العلاوه، فبالتالي العامل هو اللي يتضرر بسبب اختلاف وجهات النظر اللي موجوده دي، ناخدها نسبه مئويه ولا في الاول وفي الاخر العامل عايز ياخد فلوس، يعني اديني فلوس. هل احنا مع اللي بيحصل ده بنأخر الحكايه دي؟ لا يا فندم، سلطة التشريع دي منوط بها مجلس النواب، الحكومة تقول وجهة نظرها، الهيئات القضائية تقول وجهة نظرها، أي حد يقول وجهة نظره، لكن القول الفصل في الآخر لمجلس النواب وتصويته. مفيش حاجة اسمها إن احنا نصوت إن محدش ياخد، لا، احنا بنصوت عن رفع مادة من مشروع القانون وده حقنا. تمام تمام بالظبط. حضرتك شايفة إن النهاردة هيتم التصويت عليها بالفعل؟ ان ممكن. شاء الله باذن الله. لازم تلتين المجلس. لازم تلتين المجلس. بدايه الجلسه كده خلينا نقول المؤشرات الاوليه بتقول ان ممكن العدد او النصاب القانوني يكتمل النهارده ولا لا يا فندم؟ حضرتك هو النصاب القانوني بيبقى مكتمل في بدايه الجلسه، لكن لما بنأخر التصويت الدور والتصويت بيكون في ناس كتير بقى مشيت او اتحركت او موجوده خارج الجلسه، فهو ده. لكن انا لو خليت ادركت الموضوع بتاع العلاوه في اول شيء هشتغل فيه وهناقشه في بدايه الجلسه، اكيد هيبقى النصاب القانوني موجود. اكيد هيبقى النصاب القانوني، لان مفيش اي حد مفيش اي حد في المجلس ضد مصلحه الموظف او العامل، واحنا شايفين الغلاء المستفحل. يعني النهارده انا لما هزوده من 65 جنيه ل 120 جنيه مش هو ده الرقم الفظيع يعني اللي هيؤثر على اي حد؟ يعني بنتكلم في كام واحد ممكن يعني بينطبق عليه العلاوه دي؟ 2.5 مليون. 2.5 مليون مواطن في 120 جنيه بالضبط. يعني بنتكلم في 120 جنيه. لا ومش كله 120 جنيه، ده هيبتدي من 65 جنيه، في اللي هي تمام الاساسياتهم اقل هياخدوا اقل. هل هيطبق باثر رجعي ولا لا يا فندم؟ هيطبق باثر رجعي من اول يوليو سنه 2016. من اول يوليو 2016 وهنفضل لحد يومنا هذا يعني. ما هو بالظبط هو اتعرض علينا من شهرين، بس احنا في لغط الحكومة عايزة تفرض وجهة نظرها بكل السبل، مش عايزة تسيب مساحة لأي حد يقول أي رأي مخالف. وزير المالية مرتبط بموازنة معينة، مش عايز. طب لو الحكومة قالت لكم أنا ما عنديش الفلوس دي دلوقتي، وهو هي كوتا أو هي نقطة هي نسبة هنطلعها، أو بلاش نسبة لأن أنتوا اللي متمسكين بالنسبة، هي رقم هنطلعه ورقم ده هيفضل رقم ثابت، في الحالة دي هيبقى إيه الوضع؟ يعني رأيي الشخصي ايوه يا فندم ناقصها العلاوه، لان مش هم ال 65 جنيه ولا ال 120 جنيه هم اللي هيحلوا حاجه بالنسبه لاي موظف يعني. لكن الحكومه كانت مفروض قبل ما تتقدم بالمشروع بتاع القانون كانت تبقى حياديه وبتبص للصالح العام للدوله، ما فيش حاجه اسمها الموازنه، ما هي البنود بتكمل بعضها يا فندم، ممكن ياخد من هنا يحط هنا. وبعدين هو النهارده لما جه عمل قانون الخدمه المدنيه ما هو وفر مبالغ كبيرة جدا من الموازنة ومن البند بتاع الأجور والمرتبات، وإلا كانت من الأول
يعني احنا من الاول طالبنا ان هو يبقى قانون واحد بتخضع له كل العاملين في الدوله، لكن انا النهارده عماله اقسم في العاملين في الدوله، ده قطاع اعمال وده قطاع عام وده قطاع خاص وده مخاطب بالقانون وده غير مخاطب بالقانون، فلازم هتحصل المشاكل دي. صحيح صحيح، مفيش نظام واحد على الكل. انا بشكر حضرتك جدا طبعا استاذه جاليه عثمان على هذه المداخله، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق، ونتمنى المجلس النواب النهارده ان هو يصوت على هذا القانون.